سيدنا سؤالي حول موضوع أحد الموضوعات الفساد اللي ابتلينا بها، نحن هذا المواطن من ناحية صور محافظة الديوانية. الفساد الاجتماعي أو الفساد المالي أو ماذا؟ المالي والإداري، أنا راح أشرح لك سيدنا الجليل. الإداري والمالي، إيه؟ إي نعم سيدي، تعرف كل محافظة تبقي في رعاية كل شعار تسعيرة وعدد ساعات تجري في الشعار اللي لازم يعني. تعرف سيدي، أنت بتعرف الموضوع. يعني السيارات، يعني السيارة عندك أنت مع الحكومة تفولها؟ لا عفوا سيد، سيد تسعيرة، تسعيرة الأمبير عامل المولدات الأهلية. الأمبير؟ إي نعم نعم تشغيل المولدات، إي؟ إي نعم نعم أنا من ناحية سومر في محافظة الديوانية. بالي السيدة أكو تسعيرة تطلع من كل محافظة وتكمل بها كل الأقطار والنواحي، عندنا في ناحية سومر المولدات الأهلية، أصحاب المولدات الأهلية يستخدمون فقط بالتسعيرة اللي تعطى من المحافظة، ولكن ساعات تشغيل اللي هي حوالي 6 إلى 8 ساعات في ناحية سومر فقط بالمحافظة ما مستخدمين بها. بلي. فهذه من ناحية الحلال والحرام، إضافة إلى عدم متابعة المسؤول في مقامية سومر. مشكور، واضح، حياك الله أبو حسين. هاي من ناحية، شكرا سيدي. بارك الله فيك، حياك الله. أبو حسين يقول موضوع الفساد وبالديوانية وتشغيل المولدات وما يلتزمون بساعات التشغيل، أخي الكريم هذا أمر اعتدنا عليه، اعتدنا عليه، وهم في الواقع أصحاب المولدات ما يشغلون بحسب التوقيت، فهذه سرقة، وهذا قلتها لعدة مرات. من يعمل بغير المقرر وبغير المقنن وبغير المتعارف بين الناس وبينه، أنا صاحب مولدة وأنا متفقين الناس معي أنه أو الدولة اتفقت على أن أشغل الساعة 12 الظهر وأطفئ الساعة 12 في الليل، لا يجوز لي أن أؤخر نصف ساعة، هاي نصف ساعة سرقة، سرقة من حق الناس. لأن تقول هالنص ساعة سيدنا على حال تفيدني فرد 50 لتر غاز انا ما اصرفه مثلا، هاي سرقه، هذه هذا مال الناس جاي تاخذ فلوس عليها. فاتقوا الله ايها الاخوه، اتقوا الله في اموالكم، اتقوا الله في حقوق الناس، ستسالون يوم القيامه، والسؤال هناك على حال دقيق وعسير.